السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر العالم بظرف استثنائي في ظل أزمة كورونا. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في المملكة العربية السعودية نحظى بعناية من حكومتنا الرشيدة، استنفرت كل قطاعات الدولة من أجل الحفاظ على سلامتنا، وأعلن الملك بنفسه بأن الإنسان هو المورد الأساسي، وسيتم الآن بذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على سلامتنا. في الخارج، خارج بيوتنا، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، كل وزارات تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على سلامتنا والحفاظ أيضا على كينونتنا والحفاظ أيضا على تماسكنا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا له كل الشكر، شكرا لكل الجهود المبذولة. يأتي الآن السؤال التالي: كيف نستطيع أن نستثمر هذه الأزمة؟ يعني وجودنا الآن داخل الحجر المنزلي، هنا يأتي دور على كل مفكر، على كل مدرب، على كل داعية، على كل شخص لديه رسالة أن يوصل رسالته للأسرة. الأسرة الآن في حالة تجمع، نحن موجودين الآن داخل بيوتنا، أبناءنا معنا، نحتاج رسالة توعوية، رسالة تثقيفية. يجب ألا تنصب هذه الرسالة على دور وزارة الصحة، وزارة الصحة لديها القدرات التثقيفية، نحن دورنا فقط أن نحض على أهمية الالتزام بما تقدمه وزارة الصحة من تعليمات. لكن أنا أتحدث عن البرامج والفعاليات الموجودة داخل الأسرة. هناك تركيز كبير جدا من وزارة التعليم على أهمية أن أبناءنا يستمروا في عملية التعلم ويشكروا عليه، لكن ماذا عن استثمار عملية التعلم وليس التعليم؟ التعلم يجب أن نتعلم داخل الأسرة، نتعلم نعيد اكتشاف أبنائنا، نستطيع أن نحصل على رسالة توعوية في كيفية الاستفادة من هذا الظرف، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في التعلم والاستمرار في عملية التعلم. هنا يأتي دور إمام المسجد، دور الداعية، دور المدرب، دور المشرف التربوي، دور المعلم في إيصال رسالة إلى كل أسرة. نحن نحتاج كل رسائلكم، بحاجة إلى كل كلمة تقدموها لنا. شكرا لكم.